شوطنا الثالث وشوطنا الرابع ينطلق، وكما ارحب بزميلي شجاع بن سعد العتيبي متواصلا معكم في هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للزميل محمد العتيبي على من وافانا بهذا الشوط. متابعينا الاعزاء في كل مكان، انطلاقه شوطنا الرابع للزمول القعدان ومن مسافة 8 كيلومترات. متابعينا مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات، تتقدم مباشرة مع المركز الأول مهيوب على أول الأسماء وعلى أول التحديات لهجنة شحانية. من يقدم لنا مهيوب؟ جابر بن سالم بن جابر بن فاران من يتقدم مع المركز الأول. ثاني التحديات يصل حشيم مع المركز الثاني، هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران من يقدم لنا حشيم على المركز الثاني. المركز الثالث العراف، العراف مع المركز الثالث هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا العراف على ثالث التحديات. المركز الرابع يتقدم دليل لهجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري من يصل في رابع التحديات. المركز الخامس، خامس الأسماء. متابعينا مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، نرى المركز الخامس على شاشة قناة الريان يتقدم في هذه اللحظات لابق هجن الشحانية سالم بن فاران المري الذهبي، يقدم لنا لابق على خامس الأسماء. هكذا متابعينا الأعزاء ولابق في رصيده عديد من الإنجازات والبطولات. متابعينا الأعزاء مشاهدينا في كل مكان، ها هي نتيجتنا للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية ومع الصدارة. الله يا مهيوب هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري من يقدم لنا مهيوب على أول التحديات. المركز الثاني يصل في هذه اللحظات مع المركز الثاني ويتقدم بهذا الأداء المميز، يصل في هذه اللحظات حشيم لهجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري من يقدم لنا حشيم على ثاني التحديات. المركز الثالث العراف مع المركز الثالث هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يتقدم بهذا الأداء المشاغب على ثالث التحديات. المركز الرابع يصل في هذه اللحظات على رابع الأسماء، على رابع التحديات، يتقدم مع المركز الرابع حشيم أو دليل مع المركز الرابع لهجر الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري من يصل في هذه اللحظات مع دليل على رابع المراكز. المركز الخامس، خامس التحديات، يتقدم سلهود مع المركز الخامس لهجر الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، كذا كانت النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. نداءنا الثاني أتممناه على مسامعكم، ولكن متابعينا الأعزاء أعود مع مهيوب مع المركز الأول، مهيوب على الصدارة، هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري من يقدم لنا مهيوب على أول التحديات. المركز الثاني يتقدم بهذا الأداء على ثاني التحديات، يصل الحشيم هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري من يصل ويتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث التحديات، ثالث الأسماء، العراف مع المركز الثالث، العراف على ثالث الأسماء، هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية المشاغب يقدم لنا العراف على رابع التحديات. المركز الخامس يصل دليل على خامس الأسماء، يتقدم دليل على خامس التحديات لهجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري من يصل بهذه اللحظات مع المركز الرابع. المركز الخامس الهود هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري، ولكن متابعينا الأعزاء مشاهدينا في كل مكان، أعود مع مهيوب مع المركز الأول، مهيوب مع البداية لهجن الشحانية.
لهجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري من يقدم لنم هيوب على أول الأسماء ثاني التحديات يتقدم مع المركز الثاني حشيم حشيم على ثاني الأسماء على ثاني التحديات لهجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري من يتقدم على ثاني التحديات المركز الثالث ثالث الأسماء العراف هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يصل في هذه اللحظات مع المركز الثالث المركز الرابع يتقدم مع المركز الرابع يصل في هذه اللحظات دليل على رابع الأسماء هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران من يتقدم ويصل على رابع التحديات المركز الخامس سلهود سلهود مع المركز الخامس هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران من يصل في هذه اللحظات مع المركز الخامس وأيضا يتقدم شجاع 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 لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة آل ثاني مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري من يقدم لنا شجاع ولكن متابعينا الأعزاء أعود مع مهيوب أعود مع مهيوب مهيوب مع المركز الأول هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري من يتقدم مع مهيوب على المركز الأول ثاني التحديات يصل العراف هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يصل في هذه اللحظات مع العراف على المركز الثاني المركز الثالث حشيم هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري الشبل يتقدم مع حشيم على ثالث الأسماء وأيضا يتقدم مع المركز الرابع مع دليل لهجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري من يصل في هذه اللحظات مع المركز الرابع المركز الخامس الهود هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري يتقدم مع سلهود على خامس الأسماء ولكن مهيوب لا زال مسيطر لا زال قائدا لهذه المسيرة مع المركز الأول هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري من يتقدم مع المركز الأول ثاني تحديات يصل العراف العراف مع المركز الثاني هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية المشاغب يتقدم مع العراف على ثاني الأسماء المركز الثالث يصل في هذه الأثناء يتقدم حشيم هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري من يتقدم مع المركز الثالث المركز الرابع في هذه الأثناء يصل دليل 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 مع المركز الرابع هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري من يتقدم مع دليل على رابع الأسماء المركز الخامس الهود هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري الشبل يتقدم مع المركز الخامس يقدم لنا حشيم مع المركز أو سلهود مع المركز الخامس ولكن متابعينا الأعزاء العراف يعرف بنفسه العراف يعرف بالمركز الأول يتقدم على أول الأسماء هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يتقدم مع المركز الأول مقدما لنا العراف على المركز الأول ثاني التحديات ثاني الأسماء يصل في هذه الأثناء مهيوب مهيوب مع المركز الثاني هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري من يتقدم مع مهيوب المركز الثالث يتقدم حشيم هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري من يصل في هذه اللحظات مع المركز الثالث المركز الرابع رابع الأسماء دليل دليل مع المركز الرابع دليل مع المركز الرابع هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المركز الخامس وصل بك مع المركز الخامس هجن الشحانية سالم بن فاران المري من يتقدم مع المركز الخامس ولكن متابعينا الأعزاء أعود مع المركز الأول أعود مع الريادة أعود مع الصدارة الله يا مهيوب مهيوب مع المركز الأول مهيوب مع البداية مهيوب مع الصدارة هجن الشحانية هجن الشحانية من يقدم لنا مهيوب جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري من يتقدم
يتقدم مع المركز الأول. ثاني التحديات العراف، العراف مع المركز الثاني، العراف مع ثاني الأسماء. هجن الشحانية، جاء محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يتقدم مع العراف على ثاني التحديات، على ثاني الأسماء. الله 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 الله، المركز الثالث يصل في هذه الأثناء. يتقدم حشيم، يتقدم حشيم على ثالث المراكز، على ثالث التحديات. هجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري، من يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع سلهود، هجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري. والمركز الخامس، خامس التحديات، خامس الأسماء، يصل ختال، ختال مع المركز الخامس. هجن الشحانية، سالم بن فاران المري، من يتقدم مع ختال على خامس الأسماء، على خامس التحديات. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع الصدارة، أعود مع سلهود. سلهود مع المركز الأول. هجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر بن فاران، من يتقدم مع سلهود على أول الأسماء، على أول التحديات. المركز الثاني، مهيوب مع المركز الثاني، مهيوب على ثاني الأسماء. هجن الشحانية، وأيضا يتقدم دليل، دليل مع المركز الثالث، ويصل ختال مع المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم زكريت، زكريت مع المركز الخامس. هجن الشحانية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يصل في هذه الأثناء مع زكريت على خامس الأسماء، على خامس التحديات. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع سلهود. سلهود مع المركز الأول، سلهود مع الريادة. هجن الشحانية، هجن الشحانية، ختال، ختال، ختال مع المركز الثاني، ختال مع ثاني الأسماء. هجن الشحانية، سالم بن فاران المري، من يتقدم مع المركز الثاني. زكريت مع المركز الثالث. هجن الشحانية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وأيضا لابق 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 مع المركز الرابع. المركز الخامس دليل، ولكن أعود مع التحدي الأخير، التحدي المثير. الله يا سلهود، الله يا سلهود، من يتقدم سلهود مع المركز الأول، مع التحدي الأخير، مع التحدي المثير. المركز الثاني ختال، ختال وزكريت، ختال وزكريت، ولكن سلهود، سلهود يبدو أن الفوز من نصيب سلهود. سلهود مع المركز الأول، مع التحدي الأخير، التحدي المثير. ولكن ختال، 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 ختال مع المركز الثاني، ختال، ختال مع ثاني الأسماء. زكريت مع المركز الثالث، ولكن سلهود، 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 سلهود مع المركز الأول. هجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري، الشبل من قدم لنا سلهود بهذا العطاء، بهذا العرض المميز. سلام هجن الشحانية، سلام، تهانينا. والناموس المركز الثاني، ختال، هجن الشحانية، سالم بن فاران المري المركز الثالث. المركز الثالث وصل بهذه اللحظات. المركز الثالث زكريت، هجن الشحانية، محمد بن خالد بن عبد العطية المركز الرابع. المركز الرابع لابق، هجن الشحانية المركز الخامس. وصل أدعج. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الأعزاء في كل مكان لهجن الشحانية على فوز سلهود بالمركز الأول. ومن قدم لنا سلهود، جابر بن سالم بن جابر بن فاران، 13 دقيقة ثانية 42 جزء من الثانية. تهانينا والناموس، المركز الثاني وصل في هذه اللحظات، ختال، هجن الشحانية، سالم بن فاران المري، 13 دقيقة ثانيتين 35 جزء من الثانية. تهانينا والناموس، المركز الثالث، ثالث اللحظات، زكريت، هجن الشحانية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية، 13 دقيقة ثانيتين 61 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.